يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا كلكم وحشتوني جدا جدا جدا. جيت لكم بقى بالفيديو اللي انتوا كتبتوا لي كومنتات كتير عليه عشان افيدكم بالحاجات اللي استخدمتها والحاجات اللي لسه ما استخدمتهاش. ان شاء الله في اقرب وقت هبقى اعرفكم استخدمها ايه، بس تعالوا اقول لكم عن الحاجات اللي استخدمتها كانت كويسه معايا ولا لا. يلا بينا نبتدي الفيديو. قول بقى ابتدي معاكم بايه، ابتدي معاكم بايه؟ قررت ان انا ابتدي معاكم بالمطبخ. يلا بقى نمشي اول حته حته كده كده بالحاجات اللي موجوده هنا، واعرفكم نوع الثلاجه ونوع البوتاجاز ونوع الغساله انواعهم ايه، واقول لكم استعملها معايا ايه. اول حاجه كده نبتدي معاها دي علب الثلاجه. العلب دي حلوه قوي قوي قوي. بصوا انا جايبه 6، بالنسبه لاي عروسه 6 ديت عدد يعني حلو وكويس جدا. انا اصلا لسه ما استخدمتش ال6 دول كلهم، لان مهما بستخدم ما بستخدمهمش كلهم، فدول حلوين. و6 بتاعي عدد مناسب لو انت وجوزك لوحدك، يعني حلوه. انا بحط عليها بحط فيها اي حاجه ممكن تنشف من الثلاجه، مخللات، اكل باقي، حلوه قوي. طبعا الفرن دوت انا قلت رايي فيه ان الفرن ملهوش اي لازمه بالنسبه لي، لان انت عندك فرن بوتاجاز فهو دوت ملوش اي لازمه. ليه بقى؟ لان كده كده انت يعني ممكن تقولي لي طب لو عندنا ناس عاملين صواني كتير، تمام انت ممكن تجيبي الميكروويف احسن، وساعتها تكوني حاضره الاكل وتسخنيه على طول بس في الفرن. فده وجهه نظري. الطقم اللي هو الفناجيل دوت، يعني دوت انا عايزه اقول لكم ان الطقم دوت برده هو ممكن يبقى طبعا حلو جدا لناس وناس لا، بس انا بالنسبه لمحمود واخواته وكده يعني ما بيحبوش الفناجيل، بيفضلوا يقولوا لي حطينا في كوبايه احسن صغيره. اهو ده كده شكله اهو، فهم لا بيقولوا لي يعني اللي هو ايه بيحبوا الكوبايات، فده بالنسبه لي انا مش مفيد. ممكن بستخدمه لما مثلا اي ضيف يقولي ولا اي حاجه، بس قليل قوي. تمام. الكاتل طبعا يعني الازاز ده حلو قوي. انا الكاتل ده معايا بقاله سنه، وكده كده انا كنت داخله باتنين عشان ده لو باظ يبقى معايا واحد تاني بديله. ده طبعا الطقم اللي هو بتاع السكر والشاي، وطبعا كل حاجه مكتوبه فيها، فده حلو قوي الطقم دوت. يعني انا بستخدمه حاطه فيه كل الشاي، السكر، النعناع، الحاجات اللي هي اللي ممكن تتحط مثلا، الحاجات اللي هي في العلب والحاجات ديت. طبعا طقم التوزيع ده تحفه، انا ما اقدرش استغنى عنه للحلل الصراحه، هو حلو قوي. ودي كده كانت جايه مع الطقم اللي هو الاركوبيل، هوريكم شكله. اللي بتاعت الملح ديت خدتها وحطيتها. طقم التوابل ده باظ خلاص عندي، بس هو وحش جدا. يعني انا بتقلي لو انتوا عندكم اي طقم توابل تاني تستخدموه هيبقى احسن من النوع ده. النوع ده بيجرح وبيبقى شكله مش حلو الصراحه، فانا بالنسبه لي ده لا. تمام. طقم السكاكين ده بقى حلو قوي 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 قوي. هو طقم سكاكين كده جرانيت، جرانيت بس حلو قوي في استعماله. وطبعا الصواني انا جبت صواني كتيره جدا، فالصواني برضو استعمالها حلو وفعلا انا بستهلكها كتير قوي. بس انا عايز اقول لكم حاجه، لما انتوا تيجوا تجيبوا صواني حاولوا تجيبوا طقم يبقى فيه مقاسات صغيره، لان انا فضلت احتست في الحوار ده، لان كنت بشتري طقمه كامله طقمه كامله طقمه كامله، فاصغر مقاس فيهم اللي هو بيبقى بياخد مثلا حوالي 4 كوبايات ولا حاجه. فانتوا حاولوا تشوفوا حاجه تكون يعني مثلا اللي هي ايه تاخد كوبايتين الكلام دوت، فحاولوا تدوروا على كده. تعالوا نكمل. كمل الجزء دوت، انا فضيت كده كام حاجه هكلمكم فيها. طبعا طقم الجرانيت دوت انتوا عارفين ان انا ما بقدرش استغنى عنه، في كل الفيديوهات هتلاقوني مستخدماه. السيراميك دوت ممكن ما استخدمناش خالص اي حاجه فيه نهائي زي ما هو، بس لما اجرب استعمله هقول لكم. بس فعلا لو انتوا عايزين تشتروا حاجه تبقى عمليه وحلوه وما تلزقش الاكل وتعملوا بيها فيها كل الاكلات، طقم الجرانيت ده. حتى السيراميك يعني انا لسه ما استخدمتوش، ممكن استخدمت الصينيه ديت. تمام. ودي كده طاسه جايه لي ولا اسمها مقلايه جايه لي مع طقم كده هوريه لكم. تمام. حتى اللبانه ديت لسه ما استخدمتهاش، يعني انتوا بصوا هتلاقوا كل حاجه لسه بعلبها كده ورقها. فطقم السيراميك دوت لما اصور فيديو بيه ساعتها انا هوريكم الاستعمال بتاعه وانا بعمل اكل وكده، واقول لكم حلو ولا لا. يعني انا هعمل لكم فيديو ان شاء الله اكل قريب جدا برده عشان افيدكم بانواع الحلل. بس الجرانيت حلو قوي، وتعالوا ننزل تحت كده اوريكم. انا كنت جايبه 6 حلل فعلا، يعني انا ما بستخدمش غير واحد، كنت جايبه من الستة ما بستخدمش غير واحد. ده طقم استانلس، انا عايزه اقول لكم ان هو تقيل جدا جدا، بس انا حسيته مش حلو، بحس ان هو بيحروق والكلام ده. هو ده شكله اهو، تحسوه كده بيبقى بيدي نقط سودا كده من تحت والكلام ده، مش عارفه الحله دي مش باين عليها، ممكن الحله الكبيره اللي باينه عليها، بس هو كشكله كده هو شكله قمر اصلا. هنا بقى جبت اللي هو البراد ده، ده مش جاي معاهم بس انا كنت حاطاه هنا عشان كان ماشي معاهم. جبت البراد دوت، البراد ده حلو قوي، قلت مش كله هجيبه يعني اللي هو كاتل وكده، فجبت براد عشان لو اي حد عايز يشرب براد. بس فعلا برده ده لسه ما استخدمتهوش. ودي طبعا بقيه الحلل. والطقم ده تحفه، الطقم ده انا استخدمته كتير. ده طقم نوعه نوفال تروفال اللي هو تيفال، لا تيفال، تيفال، اصلا عندي نوفال وعندي تيفال، فهو ده تيفال.
بس ده حلو قوي 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 يعني، انا ده برضو بستخدمه حلو فاهمين. فانا برضو هعمل لكم يعني، انا ممكن اعمل فيديو اكل ابقى مستخدمه فيه حله من دي وحله من دي وحله من دي وحله من دي واكرر لكم. لكن الحلل بقى اللي تحت السرير اللي هي زي الالومنيا وزي الحاجات كتير، بس انا بالنسبه لي والله العظيم كترة العدد الحلل ده ملهاش اي لازمه. انت ممكن تجيبي بتاع نوعين ثلاثه حلوين قوي، هتقولي نوعين ثلاثه اقول لك اه ممكن تجيبي نوعين ثلاثه بس الطقم فيهم يعني يكون سعره حلو يعدي ال 5000 الكلام دوت، هتلاقوا الطقم احسن وهيبقوا خامته حلوه. فبالنسبه لي نوعين كويس قوي. معالق والشوك، هي المعالق ديت والشوك ديت دي بتاعه الطقم بتاعي، كنت انا جايبه طقم كده اللي هو بيبقى فيه من كل حاجه 12، ما كنتش جايبه اللي هو المعالق اللي هي بتبقى الفارس ديت اللي هي بتبقى مثلا كيس بيتباع عباره عن 6 معالق 7 او ايا كان 8 10 12. فبالنسبه لي انتوا لازم تزودوا لان ممكن تيجي لكم اي مناسبه تبقوا محتاجين معالق فعلا هتحتاجوا بقى، اللي هو تستنوا لما حد يخلص اكله وتفضلوا تغسلوها فهيبقى حوار تاني. والمقاوير دي جبتها الحمد لله ما بقورش خالص يعني، انا اصلا ما بعرفش اقور، ممكن يوم ما اعمل هتلاقي ظهري اتكسر واقعد يومين مشلوله، فبقيت اخلي ماما تقور لي، لا اما اشتري حاجات مثلا متقوره جاهزه. وده طقم ده برضو حلو يعني، انا دي ما استخدمتهاش خالص، دي مش عارفه اصلا ليه، بس اللي هي التانيه دي حلوه يعني بستخدمها. وده طبعا مفرمه الليمون ومفرمه الثوم حلوين قوي، ما تجيبوش اي مقصات من المقصات ديت يعني، اللي هو الطقم دوت ده وحش والمقص ده وحش، حاولوا تجيبوا كده مقص نوعه نضيف ويبقى حلو عشان يبقى حلو معاكم. فانا بالنسبه لي ما عنديش مقص يعني كويس، لسه عايزه انزل اجيب مقص صحيح. جبتها هنا وما استعملتهاش نهائي هقول لكم زي ايه. بالنسبه لي بقى حاجات ما استعملتهاش، انا عايزه اقول لكم ان الطقم دوت ده كده خامته عامله زي البلاستيك، ده انا ما استعملتهوش نهائي يعني، الصراحه بستعمل السيليكون احسن. الخشب دوت استعملته لكام طقم كده، ممكن تشوفوا الفيديوهات بتاعتي هتلاقوني استعملته. المضرب ده ما استخدمتهوش برضو خالص خالص يعني، استخدمت هوريكم مضرب بديله بس احلى، ما استخدمتهوش. ديت اوعى حد يجيبها، وحشه جدا جدا ومضره طبعا. ديت انتوا زي ما انتوا شايفين بصوا بتتحرق، اللي هو تحطوها مع الزيت بتسيح مع الزيت وده غلط جدا، تقلبوا مثلا بانيه تقلبوا اي حاجه تلاقوها ساحت فيه، فدي وحشه قوي قوي قوي. النوع ده اهو انت هتلاقوا منه في الوان بقى اللي هو بينك والوان كتيره منه، ما تجيبهوش خالص، اللي هي المساكه ديت بتاعت الاكل اوعوا تجيبوه يعني وحشه خالص. انا سبتها ما رضيتش ارميها عشان اعمل لكم الفيديو واقول لكم. ده كده بيسموه مدق اللي هو تفرزي بقى البانيه، تفرزي البفتيك، تفرزي اي حاجه. الصراحه انا ما استخدمتوش لان انا بحب ابطط الحاجات دي بايدي اكتر، فده اقسم بالله زي ما هو ما استخدمتوش يعني. ممكن نجيب اللي هو اللي هي العجان بتاع البيتزا دوت، اللي هو بتاع اللي بيبقى شبه الخشب ده اللي هو بتاع البيتزا ده، بالنسبه لي هيبقى احسن. برضو انا ما جبتوش. دي جبتها عشان اهرس بيها يعني الحاجات يعني عشان تهرسي بيها وكده، انا بتشل، انا بالنسبه لي ان انا هرس الحاجه بشوكه احسن طبعا، احسن والله العظيم بشوكه هتهرس الحاجه في ثانيه. طبعا دوت الطقم دوت اللي هو المقاسات ده حلو قوي، الصغير دوت بستخدمه عشان خاطر مثلا الاعشاب، الكبير خالص بستخدمه علشان خاطر لو في حاجات في الزيت عايزه انضفها، اللي تحت ديت بتشيل الحاجات وكده، دي حلوه قوي تمام. يلا نكمل. ده مسني سكاكين، المسني ده حلو بس لو في نوع يعني افضل هاتوه يعني، المسني دوت الصراحه بيحمي السكينه ويخلي السكينه تفرق. طبعا البتاع دوت انا لسه ما استخدمتوش، اللي هو للتزيين وكده، اللي هو لو عملت كيكه عملت تورته عملت اي بلح الشام عملت الحاجات دي، ده كده بكذا قمع دوت يعني ليه كذا شكل، بس لسه ما استخدمتوش. القطاعه بتاعت البيتزا ديت يعني انا برضو استخدمتها بس حسيتها بارده، ما بتبقاش حاميه خالص وانا ما حبيتهاش، بحب اقطع قوي البيتزا واقطع الحاجات دي كلها بحب اقطعها بالسكاكين، دي بحسها برده خالص. وطبعا الطقم دوت يعني انا بحب اعمل المعايير بالظبط او بايدي او بالمعالق والكلام دوت، فانا مش حابه الطقم دوت. هو الصراحه ممكن اه يبقى عملي اللي هو ده، مثلا لو حد عمل فيديو قدامك قال لك الارقام قال لك المقاس هو بيبقى مكتوب عليه المقاسات والحاجات كلها، فهو ممكن يبقى عملي، بس انا الصراحه ايه بعملها في كوبايات بعملها الحاجات دي. والطقم ده حلو قوي، الطقم ده كده حاجات سيليكون على شكل بق، لو انت مثلا هحط حاجات في بق ازاز على حسب المقاس بتاعها بتغطيه عشان خاطر الحاجه ديت ما تنشفش. فالطقم ده حلو وسعره كان يعني حلو قوي، هو كان كده كده غالي جدا بس كان سعره اصلا كان حلو ما كانش غالي. يلا بينا نكمل. ديت معلش بقى هي مش مرصوصه لما محطوطه كل حاجه على بعضها. طبعا اللي هي المبشره ديت انا ما رضيتش اجيب الحديد لانها بتعور، بتاكل الايد، في ناس كتير بتتعور منها وفي ناس اصلا اللي هي تعبانه ومريضه وكده ما ينفعش انها تتعور وكده، ربنا يشفيهم يا رب. فديت هتبقى حلوه قوي ليهم. ديت اللي هي البلاستيك، وطبعا ديت صواني كده مربعه، انا بغبائي جبت صواني مربعه بس جبت حجم كبير قوي ليها، كنت جايبه الاثنين نفس المقاس فدي غلطتي، عايزه اجيب واحده مقاس صغير.
والجريل ده تحفه، انا استخدمته مش كتير بتاع 3 4 مرات بس حلو قوي. القمع دوت بقى عشان يقول لك تحشي موبايل تحشي اي حاجه، الصراحه لسه ما استخدمتوش. هو ده حوالي 4 قمعات يعني، بصوا قمع 2 3 لا 3 بالظبط، بس ده لسه ما استخدمتوش، بس كشكل حلو. بس انا بحب اعمل الممبار والحاجات اللي ممكن تتحشي والحاجات دي بحب اعملها بايدي يعني، بيبقى اسهل بتشالي لو انا هعملها بقمع. وطبعا طقم الكب كيك دوت ما استخدمتوش ولا مره، احاول استخدم لكم حاجات عشان خاطر برضه فيكم لما اجربها. الصواني كلها كلها تحفه يعني، ما فيش اي اختلاف عنها. الصواني حلوين، انا عندي بتاع حوالي 3 4 5 وفي واحده بره عندي حوالي 6 صواني ولا حاجه، بس حلوين قوي وبحب استخدمهم. وعندي بقى اللي هي التصدية برضو بحب اعمل فيها كل حاجة. بلاستيك انا مش عايزاكم تزودوا عدد وخلاص يعني، انا عامله ظرفيه بلاستيك اصلا بسيطه، ودي الحاجات اللي انا بستخدمها لاجل العلم ان في حاجات برضو ورا ما استخدمتهاش. فانا بالنسبه لي ما كتروش البلاستيك، لان في ناس بحسها بتعمل 10 درف كده في المطبخ بلاستيك، فاللي هو لا ملوش لازمه خالص، لان البلاستيكات اصلا مش حاجات حلوه اللي شكلها شيك يعني ان احنا نحطها، فلا. ده اول حاجه، ده الهون انا كنت برضو جايبه هون عشان مثلا لو هدق فلفل هدق ايه فلفل بتوم الكلام دوت بيبقى حلو قوي. واللي ورا دي صواني، ده طقم الصواني الخشب وده طقم صواني، غير ان في طقم صواني كده في 2 كمان تحت السرير. طبعا اللي هي البلاستيك ديت انا بستخدمها بس مش قوي الصراحه يعني، دول تحسهم جداد زي ما هم 6 دول. والاطباق اللي هي بتستخدمي فيها بقى تغسلي فيها رز تغسلي فيها بانيه تغسلي فيها اي حاجه، كنت جايبه منهم 3، والكبير بتاعهم كنت جايبه منهم 2. وطبعا ده طقم اللي هو اسمه دورق كده اللي هو بتاع العصير والحاجات دوت، ده برضو كنت جايباه تمام بعيد عنه كده دلوقتي. دوت اللي هو الطقم اللي هو عامل زي المصفى كده، انا كنت جايبه الصغير كنت جايبه الكبير، الصغيره ديت لسه جايباها لان حسيت ان انا محتاجه صغيره. وده برضو طقم اطباق كده ومن تحت اللي هو زي مصفى، ودي بتاعت الرز كنت جايبه منها الحجم الكبير والحجم الصغير تمام. واللي ورا ديت دي بتاعت الفشار، دي بتبقى شكلها حلوة جدا يعني لو انت مثلا ايه هتحطوا فيها فشار للضيوف وكده. اللي جوه ديت ما تجيبوهاش، اللي هي العلاقة بتاعت المعالق، صفية المعالق ولا صفية المعالق تجيبوها ولا صفية الاطباق، لان كده كده انت بيبقى عندك مطبقية فملهاش اي تلاتة لازمة يعني، دي بتاخد منظر ومكان وخلاص وملهاش اي لازمة. بصوا اهي انا حطيتها مرة بره وما استخدمتهاش تاني، دخلتها في تاني يوم جديدة زي ما هي، فلا ما تجيبهاش. ودي بقى طقم اللي هو اللهم صل على النبي، ده اللي هو القطاعة الخشب، واللي ورا ديت دي قطاعة وفي نفس الوقت طبق بيتفتح طبق وتصفي كده منه كل حاجة، فده حلو برضو قوي يعني. انا بستخدمها للفاكهة، دي بحط كل الفاكهة فيها واقوم غسلاها، وبعد ما اغسلها واقوم فاتحة الصفاية فبتقوم مصفية كل المية اللي بقى اللي فيها، فدي حلوة قوي. والقطاعة دي بقى بقطع عليها كل حاجة، انا بعشقها يعني فاهمين، بقطع عليها كل حاجه. التانية انا مخليها مصفى للخضار مخليها مصفى للفاكهه، فهي حلوه بس انا بستخدمها اكتر للفاكهه تمام. يلا بينا بقى نكمل ووريكم الباقي. بس بقى انا عايزه اقول لكم حاجه على طقم الاركوبال ده، طقم الاركوبال ده ما تغلطوش غلطتي يعني، انتوا مثلا عايزين تجيبوا الاركوبال يا اما تجيبوه يا اما تجيبوا الصيني يعني، انا جبت الاثنين، فانتوا عايزين تجيبوا تجيبوا طقم واحد بس، لان هو اخو الصيني يعتبر، كل حاجه في الصيني موجوده فيه، بتاعت الشوربه البتاع اللي في النص دي بتاعت الشاي براد الشاي كل الحاجات دي فيه. فانتوا لو عايزين تجيبوا يا اما تجيبوا اركوبال يا اما تجيبوا صيني، تشوفوا بقى الاثنين والشكل اللي يعجبكم تجيبوه، لكن ما تجيبوش الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض الصراحه كتير وحرام، فلا ما انصحش خالص بيها. ودي اللي هي شنطه المعالق اهي، ودي شنطه سكاكين انا برضو لسه ما استخدمتهاش خالص. واللي فوق ديت اللي هي شجيله الفاكهه الكحك والحاجات دي ما استخدمتهاش برضو ساعه الجواز، بس شنطه السكاكين ديت يعني لا اللي هو لسه بدري قوي على ما استخدمها، عندي الطقم ده كفايه اللي هو الصراحه الجرانيت ده. طيب بقى انا حاطه قدامي كده 3 اطقم كاسات اللي هي للاستعمال، اللي هي غير اللي في النيش خالص عشان خاطر لو انا جالي اي حد بحط لهم منهم، فديت انا حطهم بعيد خالص عن الحاجات اللي في النيش. وفي طقم ورا كده خالص بتاع شوب ميه عصير الكلام دوت لسه برضو ما استخدمتوش عشان هو بعيد قوي، فانا بستخدم على طول كاسات من اللي قدامي تمام. فيلا بينا ايه نكمل نطلع على الضفه اللي فوق دي، دي تحفه 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 بس هي فوق قوي عليا يعني، ديت اللي هو زي بتحطي فيه العصير وتفضيه حلو قوي، ومن ورا في كوبايات وحاجات بس لسه ما استخدمتهاش، اول بقى ما استخدمها هتشوف استوريهات وهتشوفوا حاجات جامده. بس عامه الكوبايات انا ما خطرتش فيها برضو، في ممكن يجيبوا حوالي 50 كوبايه و70 كوبايه. بص يا جماعه انا جايبه كل حاجه بالقد وعلى العقل، اللي هو انا عايزه افرش مطبخي حاجات تكون محطوطه جوه ومترصصه شكل رصه حلوه وكل حاجه واخده راحتها، ما بقاش حاطه حاجات فوق الدولاب المطبخ وما بقاش حاطه حاجات تحت المطبخ وحاجات تحت السرير، لا كنت عاقله جدا بحاول اجيب كل حاجه في جهازي بس باعداد اللي هو القطعه 2 بس.
معلش برضه عشان هنبقى نرص الحاجات دي ان شاء الله مع بعض. الخلاط ده حلو قوي، انا كنت جايبه 2 خلاط، طقم خلاط اللي هو الكامل اللي بيبقى فيه كل حاجه، اللي هو بيبقى مش عارفه كده حاجات كتير قوي معايا، اللي هو بقى فيه عصاره البرتقال وكل حاجه بتبقى فيه، والمضرب كيكه ده انا كده كده حطاه تحت السرير ملوش اي لازمه. وكنت جايبه واحد شامل الكبه، شامل الخلاط، شامل اللي هي المفرمه ديت ولا المطحنه ديت اللي هي بتطحن في الاسود الحاجات دي، فانا كنت جايباها كمان. فبالنسبه لي الطقم دوت احسن واستعماله سهل كده ما بتهيش. التاني حاسه ان هو في حاجات كتير قوي. المضرب ده تحفه تحفه تحفه، كان صغير كده يدوي، تحطيه بقى الحاجه في اي مثلا طبق وتضربيه. سعره كان عامل 100 وحاجه، يعني سعره كان رخيص قوي. فالمضرب ده تحفه، انا ما بستغناش عنه في الحلويات خالص خالص، يعني عايزه اقول لكم حلو قوي وسعره حلو. مش لازم تجيبي المضرب اللي هو بالطبق بتاعه اللي معدي 500 600 جنيه او اكتر، مش لازم تجيبيه، ممكن تجيبي حاجه صغيره كده وفي نفس الوقت هيساعدك وهتحطي كل اللي انت عايزاه، مش هتفرق بقى الحله بتاعته كده ان هو يضرب لوحده، لا تضربي بايدك هتبقى احسن. بس هو الصراحه حلو قوي. وطقم الكنك ده برضو جامد. اللي فوق ديت بقى اللي هي الاطباق الشوربه ديت الصراحه ما استخدمتهاش، اللي هو بسترخم شكلها واقول لا انا هحط في اطباق شوربه اكتر من الموجات دي، فلسه ما استخدمتهاش. لكن الصواني ديت، الصواني دي تحفه تحفه وحلوه قوي بقى في الحاجات اللي انتوا عايزين تحطوا تقدموها كده، وشكل المكرونه باين، شكل الحاجه باين، فبتبقى شكلها تحفه قوي. فانا بستخدم ساعتها صواني الازاز دي، استخدمتها واستخدمها حلو. بس في ناس تحطها على النار وتسخن فيها، انا ما عملتهاش على النار، انا بعملها على الفرن على طول، اللي هي الكيكه المكرونه، الكيكه ايه للمكرونه بشاميل، اكلات كتير قوي بعملها زي طاجن مكرونه بالمونزاريلا، الحاجات ديت بخليها في الطبق دوت بدخلها على طول الفرن. وفي ورا كده طقم مجات اهو شايفينه، طقم المجات ده برده لسه ما استخدمتهوش، معرفش ليه، عايزه انزله، شكله حلو قوي عايزه استخدمه يعني. بس برده زي ما انتم شايفين كل حاجه واحد واحد واحد. الطقم ده الصراحه كان جاي معاه حلل، بس انا قلت هجيب لي حلل ازاز، يعني من عندي حلل كتير، فجبت ساعتها الطقم اللي هو عباره عن 3 صواني، وده برات ازاز. انا عايزه اقول لكم ان انا خايفه استخدمه البراد ده، والله العظيم عندي احساس كده ان انا هستخدمه هيضرب في النار على البوتاجاز، وانا مش راضيه استخدمه لان خايفه منه قوي. وده الطبق اللي تحت ده ممكن نحط فيه فاكهه، ممكن نحط فيه سلطه، بس هو السلطه هيبقى حلو قوي قوي قوي. انا مستنيه بقى اللي هو يجي لي عزومه كده فيها ناس كتير، ما حصلتش خالص، كل اللي يجي لي يبقى فرد فردين، فانا مستنيه تبقى اعمل عزومه كبيره. التلاجة بتاعتي بقى ديت نوعها شارب، شارب ديت حلوة قوي، دي قدم 18، في منها 16 وفي منها 18، انا جايبها الكبيرة بتاعتها 18، بس هي الصراحة يعني حلوة قوي قوي قوي، لدرجة ان انتوا ممكن تظبطوا الارقام، تظبطوا كل حاجة، انتوا ممكن تخلوا التلاجة ديت تنزل تلج من تحت، فهي حلوة قوي قوي. تعالوا السلة ديت توشيبا اللي هي 13 كيلو، فديت برضو حلوة قوي يعني، الحمد لله انا بستخدمها بقالها سنة ما حصلش اي حاجة الحمد لله يعني. والبوتاجاز اللي هو فريش بروفيشنال، هو يعني حلو بس اكيد في احلى بالنسبة لي يعني. يعني بالنسبة لي هاتوا اي حاجة ما يبقاش في النوع ده، هاتوا اللي هو يبقى من هنا اسود كده او ازاز، ده احسن يعني، او كده مش عارف، افيدوني انتوا اكتر. بس هو الصراحة حلو قوي، الفرن بتاعه ممتاز يعني، والنار بتاعته عالية ما بتبقاش واطية خالص، حلوة. معنيش انا زي ما قلت لكم هعمل لكم فيديو شامل في كل حاجه، انا فعلا عملت لكم اللي هو اعرفكم برضو الاعداد، لان ناس كتيره بتسالني. الكاسات ديت هم حوالي فوق كده بتاع 5 طقمه وتحت طقمين وغير الثلاثه اللي في المطبخ، فانا جبت بتاع حوالي كانوا كلهم على بعضهم حوالي 10، مش كتير يعني، اللي هو بس اللي هو ايه، بس كنت جايبه الصراحه اللي هي انواع حلوه اعملها في النيش يعني. النوع ده كان تحفه، وده ده كان جامد قوي قوي قوي، كوباياته اللي ورا ديت اللي هي الازاز دي. والطقم ده كنت جايبه حاجات سيمبل قوي والواناتها قريبه من بعض، مفيش طقم كاسات عندي هتلاقوا فيه ورد والجو ده، ما حبيتش النظام ده خالص يعني. بصوا كله اللي هو طالما فيه الوان يبقى اللي هي كلها الوان، وهي في سيمبل والكلام ده، حتى تحت هو برده الطقم دوت كده اللي هو الوان، فكانت الحاجات كلها الصراحه يعني مظبوطه قوي مع بعض وشكلها حلو تمام. وطقم الكاسات اللي ورا ده برده شكله حلو قوي. انا محمود بيفضل يقول لي احنا هنستخدم الحاجات دي امتى؟ انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان النش ده ملوش لازمه. يعني انا بالنسبه لي ان انتوا ممكن تعملوا دولاب فضيات وتحطوا فيه حاجات كريستال وحاجات حلوه وكاسات غاليه يبقى افضل، وتجيبوا مثلا من الاطباق تجيبوا مثلا نوعين ثلاثه، نوعين حلوين يعني، احنا مش هنحط في كتير يعني، نوعين ونخلي التالت ده بتاع المطبقيه، ونجيب 3 اطباق يعني. تبصوا هتوفروا من هنا تحطهم هنا، بس هتدي شكل احلى. هو النيش اي نعم شكله حلو، والعروسه الحلوه دي جايه لي في اسبوع كده، فحطيتها شكلها بقى حلو قوي في النيش. بصوا شكلها قمر قوي. وطبعا ده طقم الصيني، طقم الصيني ده برده لسه ما استخدمتهوش يعني، كل حاجه فيه ده زي ما قلت لكم نسخه من الاركوبال، برد الشاي، طقم الشوربه، نفس الاطباق، نفس الفناجيل، نفس كل حاجه هنا اهو.
فناجيل صغيره ملاحه، كل حاجه كل حاجه في الطقم دوت موجود في الاركوبال. فانتوا اللي تختاروا ده، اللي تختاروا الاركوبال اللي هو طقم القشاف دوت. دوت انا جبت منه طقمين بس، ده طبعا بتاع اللي هو اللي انا قلت لكم ينفع تنحط فيها اطباق سلطه او كده، دي جاي منها 6. شكله شيك قوي وحلو قوي بتلات رجول كده، وطبعا دوت طقم اهو، بس اكيد يعني تاني كان اغلى بس حلو قوي يعني. دوت حلو للحلويات يعني، انا جربت فيه كريم كراميل، الرز بلبن، الحاجات دي بتبقى حلوه قوي فيه. فانا جايبه طقمين، خليكوا عددكم اللي هي معقوله. وطبعا كنت مفضيه هنا اللي هي شنطه المعالق، لان قلت مش كل ما ادور بقى على معالق واوز معالق هطلع اجيب الشنطه من فوق، ففضيتهم هنا ايام ما كنت عروسه. تمام. الحاجات دي بقى بعيدا عن الرصه الخطيره اللي انا عملتها اخر حاجه ديت، انا حاسه ان رصه شيري طبعا كانت احلى. بس عايزه اكلمكم حاجه عن المفروشات، بخصوص المفروشات انا عايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه لحاف واحد، يعني هو بيبقى جاي مع اخوه اللي تحت دوت، لحاف واحد حلو قوي اطفال للشتاء. في ناس اقسم بالله بتجيب حوالي 3 لحفه اطفال، 5 كبير، حرام يا جماعه، هاتوا من كل حاجه اللي هو حاجه واحده، وتكون ساعتها حلوه وغاليه وخامتها نظيفه واحسن يعني، ما تزوديش يعني. انا بالنسبه لي هتقولي لي مش هيجاب دلوقتي، هي مش هيجيب وانا بعد الجواز، ملهاش لازمه الصراحه. انتوا كده كده هتجيبوا بطاطين وهتجيبوا الحاجات دي، فحرام. وطبعا جايبه دفايه اللي هي اللهم صل على النبي، الدفايه ديت نوعها قطن، وكنت جايبه الدفايه اللي انا كنت فرشاها في اوضه الاطفال في الفيديو اللي هو الفرش الاخير هتلاقوه. وطبعا الفوط الاطفال ديت هي حلوه بس لسه يعني طبعا لسه ما كبرش بقى، بس الصراحه استخدمت له الفوطه دي مره اللي هي القطه اللي بص علينا البصه دي اهي، والفوط دي، فهي حلوه قوي للاطفال. فانا كنت جايبه منها علبتين بس فوط اطفال، ما تزودوش ما تزودوش، ما لناك ما لناش دعوه بقى بنت خالتي جابت وبنت عمي جابت، ما ينفعش ابقى اقل من حد واكتر من حد، لا. انتوا لما تجيبوا حاجات غاليه وحاجات نظيفه ويبان على الكراتين بتاعتها، على الحاجات من جوه يبان على فرشها، هتقدري ان انت بالنسبه لي كده انت لا تحدثيها وجبتي حاجات احسن، غير ان انتوا تجيبوا حاجات ملهاش لازمه وتقولوا كمالة عدد. انا اكتر كلمه بكرهها كمالة عدد، اللي هي تروح جوه حاجات رخيصه عشان كمالة عدد، لا. الرخيص ده انت اللي هتلبسيه في الاخر، الرخيص ده انت اللي هتخسريه وهتلاقيه اتقطع منك بعدين، فانت اللي هتندمي في الاخر. عامه محدش بقى هيندم الا انت، فلوس راحت على الفاضي. الحاجه اللي انت ممكن تجيبي منها 3 كمالة عدد تجيبي منها حاجه واحده يعني تكون حلوه ليكي. ملايات الاطفال انا كنت جايبه حوالي 10 ملايات او 11 ملايات، 12 ملايه، اللي هو 10 بيبقوا 20 او 12 بيبقوا 24، فانا كنت جايبه كده بالتالي 10. تمام، ما جبتش كتير. وبالنسبه بقى لملايات اوضه النوم، كنت جايبه حوالي 20 ملايه او 15 ملايه، مش فاكره والله العدد بالظبط. بس انا عايزه اقول لكم عادي بقى زودي ملايات اوضه النوم، ملايات اوضه النوم مهما تفرشي هتحسي بحلاوه كل مره تفرشي الاوضه فيها. وجايبه برضو دفايه واحده، جايبه كوفرته واحده، جايبه جوه برضو اللهم صل على النبي دفايه وكوفرته، وجايبه الحاف واحد. والفوط جايبه بقى فوط براحتي، جايبه حوالي بتاع 8 علب، يعني معرفش ال 8 علب ديت في طقم يبقى فيه 4، طقم يبقى فيه 6، طقم يبقى فيه 3، فانا جايبه حوالي 8 او اكتر. فالفوط الصراحه يعني انا بالنسبه لي الحاجات اللي هي اللي جوه دي انا بستهلكها وحلوه قوي. الظرفه ديت انا ما جيتش عندها من ساعه ما اتجوزت، لان انا كنت رصها رصه حلوه قوي، وكنت سايبه لي حوالي 10 فطوط 10 وحدات اللي هو سايباهم بره بقى عشان خاطر استخليهم للاستخدام وكده، غير اللي هم اصلا في اوضه الاطفال. فالطقم ده لسه ما قربتش عليه كده، بقاله سنه ما لمستوش، فانا حرام ان انا استخدم كله مره واحده، لان انا سايبه حوالي 10. تمام، غير اللي بره في الاطفال يعني سايبه حوالي اكتر من فوق ال 18 فوطه، فلا. فسيبت الطقم دوت. فزي ما انا بقول لكم انتوا عندكم بطاطين وعندكم حاجات كتيره، حاولوا ان انتوا تقللوا في الاعداد، وفي نفس الوقت تكون الحاجات حلوه، مش شرط بكتر الاعداد يعني، خليكم بصوت مع اهلكم عشان تخلصوا وتتجوزوا بسرعه. وطبعا برضو الملايات اهي، الملايات بقى زودي براحتك زي ما انت عايزه، دي ملهاش يعني ما فيهاش اي خساره الصراحه، حلوين كل ما تغيريها تحسي بفرق. وحاولي بقى تلوني كتير، تجيبي الوان تكون مختلفه عن بعضها، اكتبي كل لون بتجيبيه عشان تحسي بفرق. يا حبايبي اكون خلصت الفيديو معاكم، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واكتبي لي الفيديو الجاي عايزينه يكون عن ايه.